فيلمنا النهاردة بتدور أحداثه حوالين مجموعة شباب بيدخلوا الغابة علشان يشاركوا في مسابقة ويفوزوا بمبلغ مالي كويس يحقق لهم حلمهم، لكنهم بيقابلوا قتلة محترفين وبيتغير حلمهم بأنهم يفوزوا بالمسابقة لأنهم بس يفضلوا عايشين، وبتتحول حياتهم لجحيم. وعلشان تستمتع بفيلمنا النهاردة اطفي كل الأنوار وركزوا في اللي هنحكيه ويلا بينا. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب وادفعوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، ويلا بينا نبتدي العظمة بتاعت النهاردة. بيبدأ فيلمنا مع بنت اسمها كيمبرلي اللي بتبقى راكبة عربيتها وداخلة لغابة في حتة مقطوعة، وبتبقى رايحة علشان عندها تصوير في مسابقة ولو كسبت هتفوز بجائزة 100,000 دولار. المهم بتمشي كيمبرلي بعربيتها ما بتبقاش مركزة في الطريق كويس لأنها بتتكلم في التليفون وبيقابلها تقاطع، وبتبقى محتارة ومش عارفة أنهي فيهم اللي هيوصلها لمكان المسابقة، لكنها بتختار الطريق اللي على الشمال وبتبقى مشغولة جدا وهي سايقة، وكمان سايقة بسرعة علشان بتكون متأخرة وبتدخل من الطريق. ولما بتخلص مكالمتها بتبص في تليفونها، لكن مرة واحدة بتخبط في واحد وهي مش واخدة بالها، فبتنزل من العربية وهي خايفة وبتطمن على الراجل ده اللي خبطته، لكنها بتلاقيه شخص مشوه وبينزف دم من كل حتة، فبتقرب منه وبتحاول تفوقه وكمان تطمنه وكمان يعني تطمن هي، بس بيبقى لسه عايش وبيشدها ناحيته وبيتهجم عليها وبياكل حتة من وشها، فبتتصدم كيم وبتنزف جامد وبتبقى خايفة وبتقوم تجري تاني على العربية، لكنها بتلاقي شخص تاني برضه مشوه وماسك في ايده أداة كده للتقطيع، فبيقسمها نصين بالطول، وبيبقى الشخص صاحبه اللي عمل حادثة بيقوم وكل واحد فيهم بياخد منهم جزء وبيمشوا. وبعد كده بنروح لديل اللي بيبقى قائد في الجيش لكنه متقاعد، وبيبقى المذيع اللي هيقدم المسابقة في التلفزيون، وبنشوفه وهو بيعلن عن المسابقة واللي بيكون اسمها نهاية العالم. فبنعرف ان شروط المسابقة انه لازم يكونوا 6 اشخاص، وكمان لازم كل شخصين يروحوا مع بعض في الغابة ويقدروا يعيشوا لمدة يوم كامل من خلال الطبيعة من غير ما ياخدوا اي حاجة من المخيم، وما يستخدموش اي تليفون ولا كتب ولا اي حاجة فيها متعة. وبتكون المسابقة شروطها مرهقة جدا، فبيخلص ديل تقديم المسابقة وبيروح يجهز الناس اللي هيشاركوا في المسابقة، واللي بيبقى منهم كيم اللي ماتت في البداية، وبنبدأ نتعرف على الاشخاص واحد ورا التاني. الاول بيبقى جونز اللي بيكون بيحب البنات قوي وبيعجب باي بنت تقابله، بيحب على نفسه يعني يا جماعة. اما التاني فبتبقى إلينيا اللي شبه جونز واللي برضو بتكون بتعجب باي شاب يقابلها، يعني برضو هيمنع على نفسها. والتالت بتكون نينا اللي بتبقى كارها صنف الرجالة كله زي كده، وبيبان ان كل واحد فيهم ليه ميول مختلفة على عكس التاني. المهم بقى الشخص الرابع واللي بيكون جيك اللي بيبقى رياضي لكنه مش قادر يحترف بره، وده بيكون مؤثر على نفسيته جدا، وعلشان كده قرر يدخل المسابقه علشان ياخد الفلوس ويحقق حلمه في الاحتراف. اما الاخيره بقى فبتكون امبر اللي بتبقى شاركت في حرب زمان وبتكون متعلمه التدريبات بتاعه الجيش. وبعدين بيتكلم ديل معاهم وبيقول لهم انهم هيتنافسوا مع بعض لكن بشرط، والشرط ده بيكون صعب وغريب جدا، وهو ان واحد منهم بس هو اللي بيتبقى علشان يكسب الجائزه بتاعت المسابقه، وما بيكونوش فاهمين الباقي هيحصل فيهم ايه. وبالليل بيعرفوا ان الاعلان بتاع المسابقه جاب مشاهدات كتيره، وده بيخلي المنتج بتاعهم يطمع انه يبدا المسابقه في اسرع وقت. واللي بيكون مارا بنت جميلة لكنها بتبقى خجولة جدا وما بتتدخلش في أي حاجة غير شغلها، لكن الشباب بيكونوا حاسين إن المسابقة سهلة وإنهم يقدروا يكسبوها بكل سهولة، واللي هيتبقى هيكون أكتر من شخص واحد وهنا هتكون المشكلة. بس ديل القائد بتاعهم بيقولهم إن لازم واحد بس هو اللي يفضل علشان يكسب الجايزة، هم يعني ما بيلاقوش فلوس في الشارع علشان يديهم كلهم الجوائز، وإن دي شروط المسابقة، وكل مرة المسابقة هتتصعب أكتر بسبب الشروط علشان يفضل واحد بس. وبعد ما ديل بيخلص كلام طبعا جونسي بيكون معجب بأي بنت تقابله زي ما قلنا، علشان كده بيحاول يوقع أمبر في حبه لكنه بيفشل لأن أمبر مش من النوع اللي يقع بسهولة. وبعد كده بيوصل المصورين اللي بيكونوا لسه خارجين من الغابة وثبتوا كل الكاميرات والمايكات في أماكنها بالظبط، وما سابوش حته صغيره من غير لا كاميرا ولا مايك، وده علشان يكون في بث مباشر لكل تحركاتهم علشان محدش يقدر يخدع الجمهور ولا يقدر يخدع حكام المسابقه.
وبيبدأوا التحدي، لكن جونز بيكون مشغول بالبنات وبيحاول المرة دي بقى يوقع إلينا، لكنها بتقوله إنه مش من النوع المفضل ليها أصلا، وإنها لو صاحبت فهي هتصاحب قطة أحسن منه لأنها ما بتحبوش. وبصراحة كده قصف جابها عالمي. لكن بتبدأ المشكلة لأن كم ما بتكونش وصلت، وهم عاوزين يبدأوا التصوير لكن كده ناقصهم واحد، وطبعا يعني ما بيكونوش عارفين اللي حصل لها. فبيروح مايك يقنع مارا اللي هو المنتج علشان تشارك مكانها، وعلشان مارا بتحب مايك فبتسمع كلامه وبتوافق تشارك في المسابقة، وكمان بما ان هي شخصية بتحب الشغل زي ما احنا قلنا بتوافق علشان شغلها ما يبوظش ولا يتأخر وتضطر تصرف من اول وجديد تاني. هي مش بخيلة يعني، بس برضو. وبعدين بيبدأ ديل انه يوزعهم لفرق، وبيخلي إلينا مع جيك وأمبر مع جونز ونينا مع مارا، وبتبدأ مهمتهم انهم يفضلوا عايشين لحد الليل، وبطبعا بمساعدة انهم يصطادوهم للغابة علشان يقدروا يكملوا. لكن بيبان على نينا انها مش متحمسة ومش عاوزة تشارك، فبيحاولوا يقنعوها ويطمنوها ان مفيش حاجة يعني التخوف من مشاركتها، وبتقرر انها تروح معهم وخلاص. وفي نفس الوقت ده بيكون واحد من المصورين داخل الغابة علشان يعني يعمل حمام، لكن في اثناء ما بيبقى مشغول بيجي شخص مشوه من وراه وبيخنقه لحد ما بيقتله ويقطع راسه عن جسمه، وعلشان المصور بيبقى بعيد شوية عن المعسكر فمحدش بيسمع صوته، لكن الكاميرات بتكون مصورة كل حاجة، بس محدش طبعا بيكون مركز معاها لان التصوير لسه ما بدأش. وبعد كده ديل بيدخل الغابة علشان يركب الدراجة بتاعته، وبيبدأ يراقب المتسابقين، لكنه بيلاحظ ان في حد رمى سهم في كاوتش الدراجة وخرمها، وبيلاقي اسهم كتير حواليه، وكمان بيلاقي في كاميرات كتيرة متكسرة مرمية على الارض، فبيشك ان في حاجة، ولما بينزل من عليها بيدور لو كان في حد موجود حواليه، بيلاقي فيه حد بيضرب عليه أسهم، فبيحاول يهرب وبيستخبى وبيجري عند الشجرة وبيبص حواليه، لكن بيبقى مش شايف أي حد. ومرة واحدة بيلاقي بلطة مرمية جنبه وبترشق في الشجرة، وده بيخليه خاف، لكن بيجي واحد من المشوهين وبيضربه على دماغه فبيغمى عليه وبيخطفه. وفي نفس الوقت أمبر بتكون ماشية في الغابة هي وجونز، لكن بتلاقي أسهم كتير مرمية في الغابة ومكسورة، فبتشك إن في حاجة مش طبيعية، وبتحاول تصنع قوس وبتلم الأسهم اللي بيكون موجودة علشان تدافع عن نفسها لو حصل أي حاجة. بس جونز بيكون شايفها غريبة وبيستغرب من تصرفاتها، فبتقوله إنها شكة في الغابة دي وإن في حاجة مش طبيعية لأن مفيش ولا حيوان عدى عليهم علشان يصطادوه. فبيعجب بيها جونز وبيقعد يغازل فيها وفي جمالها، لكنها ما بتكونش مهتمية أصلا بكلامه، وبيكملوا طريقهم. وفي الوقت ده، طب قبل ما نعرف إيه اللي حصل في الوقت ده، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم منا كل جديد، وياريت بقى تستخسروش فينا الكومنت بتاعكم وتكتبوا لنا ان انتوا لسه بتتابعوا الفيلم. وبنرجع مرة تانية للفيلم، وبنعرف ان في الوقت ده بنروح لمارا اللي بتبقى ماشية في الغابة، لكن علشان هي المنتجة فما بيفرقش معاها انها تكسب، لان الهدف لمشاركتها انها تكمل الفريق مش اكتر علشان ما تخسرش الدعاية اللي عملتها، وبتبقى ماشية سرحانة. بس مرة واحدة بتقطع حبل وبيضرب جرس الانذار، وده معناه انها لازم تجري على البحيرة وتاخد العلم الاحمر في خلال دقيقة، فبتجري بسرعة على البحيرة وبتلاقي العلم متعلق على شجرة ناشفة على البحيرة وبتحاول انها تاخده، لكن مرة واحدة بتقع في البحيرة بس بتقدر تمسك العلم. وبنرجع تاني لأمبر وجونز اللي بيكونوا وصلوا لمكان فيه حفلة شوي، وده معناه ان في اشخاص تانيين موجودين معاهم في الغابة بس مش موجودين حاليا، فبيقول لها جونز انهم ياخدوا اللحمة للمعسكر علشان يقدروا يكسبوا اول تحدي، بس ما بيبقوش عارفين ان دي لحمة بني ادمين زيهم لانها بتكون اتشوت خلاص. وبياخدوا اللحمة وبيرجعوا للمعسكر، وفي نفس الوقت بيكون ديل متعلق في شجرة من رجليه وبيفوق من الخبطة اللي على دماغه، لكنه بيشوف واحد من المشوهين واقف قدامه وبيحاول يطعنه بالسكينة اكتر من مرة، بس المخرج هنا بيفصلنا وبياخدنا لاحداث تانية. وبنشوف مارا وإلينا اللي بيبقوا قدروا يوصلوا البيت قديم في الغابة، ولما بيدخلوا جواه بيلاقوا صور كتيرة متعلقة لناس مشوهين، وكمان بيبقى فيه واحدة مشوهة حامل فبيساعدوها وبيولدوها، لكن خير تعمل شر تلقى. بعد الست دي ما بتولد بتهجم عليهم وبتفضل تكسر في البيت، فلما بيشوفوها هتقتلهم بيحاولوا يهربوا، وبالفعل بيجروا بعيد عن البيت، لكن للأسف ما بيبعدوش كتير قوي يعني، وبيلاقوا واحد مشوه جاي ناحيتهم وبيهجم عليهم وبيكون ماسك بلطة، فبيضرب مارا على راسها وبيقتلها وبياخدها معاه، بس نينا بتكون قدرت تهرب منه وبتحاول
بتحاول تدور على أي حد يساعدها، فبتمسك تليفونها وبتحاول تتصل بحد، لكن الشبكة بتكون مقطوعة عن المنطقة، وطبعا لأنهم في غابة منعزلة عن المدينة بمسافة بعيدة ما بيكونش فيه لا شبكة ولا حتى أي وسيلة اتصال. وبنروح بعدها لإلينا اللي بتكون نايمة على بحر من غير هدوم، وطبعا عشان احنا قناة محترمة فهنعمل لكم يا جماعة بلور على المنظر ده. وبتبقى بتاخد حمام شمس، لكن بيكون في واحد مشوه بيراقبها، فبتحس إلينا إن في حد معاها بيراقبها، فبتقوم تبص لكن ما بتلاقيش حد. أما الشخص المشوه فبتيجي مراته وبتفضل تضرب فيه لأنها غيرانة عليه، ويعني المجانين في نعيم، وبتجري على إلينا ومعاها سكينة اللي لما بتشوفها إلينا بتحاول تهرب منها وبتنزل المية، لكن الست المشوهة بتوصل لها قبل ما تهرب وبتفضل تضرب فيها لغاية ما بتقتلها. وبنروح لدل اللي بيبقى بيتفرج على الشخص المشوه اللي معاه اللي بيكون بيقطع في جثث البشر وبيطلع أعضائهم برا جسمهم، وبيكونش فاهم هو بيعمل كده ليه، ده حتى يعني ما بياكلهمش. لكن في الوقت ده بيوصل اتنين تانيين مشوهين ومعهم مارة اللي بتبقى عبارة عن جثة مقسومة نصين، وبيهجم واحد منهم على دل علشان يقتله، لكن دل بيمسكه وبيضربه وبيقدر انه يفك نفسه، وبينزل يلاقي بندقية معاهم فبيمسكها وبيضربهم وبيهرب. وبنرجع بعدها المايك اللي بيبقى راجع العربية بتاعت التصوير، لكن ما بيلاقيش اي حد فيها، وبيبقى الجو هادي خالص والدنيا هص هص، فبيشك مايك في الليلة دي كده وبيروح يراجع الكاميرات علشان يعرف الوضع ايه بالظبط، وبينزل علشان يبص على سلوك الكاميرات لان فيهم كاميرات كتير فاصلة. لكن الاشخاص المشوهين بيوصلوا في الوقت ده وبيركبوا العربية وبيسرقوها، وبيبقى جونس وامبر وجيك اتجمعوا تاني سوا وبيبقوا بياكلوا في اللحمة اللي لقوها في الغابة اللي بيبقى طعمها حلو جدا بالنسبة لهم يعني، لكنهم ما بيكونوش عارفين انهم بياكلوا لحوم بني ادمين. وبيتكلموا مع بعض عن الجائزة بتاعت المسابقة، فبيسأل جيك جونز لو كسب هيعمل ايه بالفلوس، فبيقول له انه هيعمل حفلة كبيرة ويعزم فيها كل اصحابه، فبيقول له جيك انه لو كسب الفلوس هيطور من نفسه ويدرس الرياضة، لان زي ما احنا عارفين انه حلمه يكون محترف رياضي في الدول الاخرى. اما امبر فبتقول لهم انها لو كسبتها فهتدفع لباباها الديون اللي عليه لانه كان بيديها فلوس وبيستلف علشان تنفذ حلمها بعيد عنه، وطلب منها ترجع لها الفلوس اول ما تقدر، وفي نفس الوقت بيكون نفسها تبعد عنه، وبيكون السبب ده هو اللي رابطها بيه، ونعمة التربية يا جماعة. وبكده تبقى قدرت انها تبعد عن باباها وتحقق الحلم بتاعها. ومرة واحدة وهما مندمجين في الكلام بتيجي نينا ليهم وبتبقى حالتها صعبة جدا، فبيتخضوا من شكلها لانها غالبا بتهرب من حاجة وخايفة ومرعوبة، وبتقول لهم نينا ان مارا ماتت وانهم لازم يهربوا بسرعة من الغابة لان في اشخاص مشوهين بيجروا وراهم وهيقتلوهم كلهم. لكن طبعا الشباب ما بيكونوش مصدقين زي اي رجالة طبعا يعني، لانهم ما شافوش حاجة في الغابة من الصبح تخوف زي ما نينا بتقول. وفي الوقت ده بيلاحظوا اللحمة اللي بياكلوها عليها رقم 8، فبيعرفوا انهم بياكلوا لحم بني ادمين، ومش بس كده دي صاحبتهم كمان، وبيقرروا انهم ينهوا اللعبة اللي بدأوها وبيهربوا بسرعة من الغابة لان الموضوع كده بقى مريب. وبعدين بنروح لبيت كده بيبقى متعلق فيه سمك معفن، واللي بنكتشفه انه بيت الشخص عامل بنزينة اللي كان في الجزء الاول، لكن ديل بيكون وصل له وقعد يتكلم معاه، وبيضربوا ديل بقوة لحد ما بيوقعه وبيقعد يخيط جروحه اللي المشوهين عملوها له، وكمان بيلاقي متفجرات كتيرة موجودة عنده في البيت، فبيشك فيه وبيسأله ليه عنده الكمية الكبيرة دي من المتفجرات، ده وانا مسلسل الاختيار الجزء التاني، فبيقول له لانه بيصطاد سمك كتير ومحتاج المتفجرات دي علشان يحسن من صيده. وبيقعد يتكلم معاه عن الاشخاص المشوهين اللي في الغابة، وبيقول له ان كان في مصانع كتيرة شغالة هنا في الغابة، لكن في يوم اتسرب منها غاز كتير والغاز ده سام، وده سبب مشاكل صحية للناس اللي ساكنين في المنطقة، وعلشان كده ناس كتير اتشوهت، فقرروا السكان انهم يهاجروا الارض دي علشان ينجوا بحياتهم، لكن مفيش الا اسره واحده بس هي اللي قررت تفضل، واللي اولادهم بيكونوا الاشخاص المشوهين اللي بيقتلوا الناس دلوقتي. وبيفاجئوا بيقولوا انه باباهم وهم اولاده، وبيهجم عليه مره واحده، بس ديل بيكون قائد عسكري قوي وبيقدر عليه، وكمان بيمسك المتفجرات وبيقتلوا بيها. وهنا ديل بيعرف انه صعب يقتل حد من الاشخاص دول بالمسدس او باي حاجه لانهم هيرجع
يرجعوا من تاني، لانه لما ضرب باباهم ما تأثرش بالحديدة وكمل خناقته معاه، وبيعرف انه علشان يتخلص منهم لازم يفجرهم، فبياخد متفجرات كتير معاه علشان يستخدمها ويقدر يتخلص منهم. وفي نفس الوقت ده بنرجع للشباب اللي بيكونوا ماشيين في الغابة علشان يلاقوا اي حد يساعدهم، لكن فجأة بيطلعوا الاشخاص المشوهين وبيبدأوا يضربوا فيهم، فبيحاولوا يدافعوا عن نفسهم، لكن الاشخاص دول بيبقى اقوياء جدا وبيجرحوهم كتير، فبيجري كل واحد منهم في اتجاه علشان ينقذ نفسه. وبيوصل جيك ونينا لتلة عالية ومبيكونوش عارفين يعملوا ايه، لان الاشخاص المشوهين جايين وراهم، لكن بيقرروا ينطوا من فوق التلة في المية قبل ما يوصلوا لهم. وبيبقى ديل بيجهز نفسه علشان يقتل المشوهين، وبيعمل نفس اللي كان بيعمله في الجيش. اما امبر اوجينز فبيكونوا سوا وبيحاولوا يلاقوا طريق، لكنهم بيقعوا في فخاخ المشوهين عاملينها وبيتعلقوا في شجر، لكن مرة واحدة واحد منهم بيقتل امبر وهي متعلقة، وبيكون جونز هو كمان مات، فبيضرب المشوه عليهم سهم ويفضل واقف يشرب من دمهم وهم متعلقين، وبيكون منظر لازم نعمله بلور يا جماعة. وبنروح لجيك ونينا اللي بيكونوا قدروا يهربوا من الاشخاص دول، وبيلاقوا مصنع مهجور في الطريق، فبيقرروا انهم يدخلوا يدوروا جوه على تليفون، لكن المصنع بيكون مهجور بسبب المواد الكيميائية اللي فيه، ولما بيلاقوا تليفون بيحاولوا يتصلوا بحد، لكن التليفون بيبقى فاصل، وبيشوفوا جثث اطفال كتيرة متعفنة، وبيبقى باين عليها انهم حبسوا نفسهم من المشوهين لكنهم ماتوا مكانهم. وبتقول نينا لجيك انهم لازم يمشوا بسرعة قبل المشوهين ما يوصلوا لهم، لكن جيك بيقول لها انه مش هيمشي غير لما يطمن على امبر وجونز، وبيحاولوا يدوروا في المكان على اي حاجة تساعدهم، فبيلاقوا جراج مليان عربيات بس ما بيبقاش جواه اي بني ادم، لان الناس اللي كانوا هنا المشوهين اكلوهم. فبيسمع جيك صوت حد بينادي، لكن بيتفاجئ ان العربية بتاعتهم موجودة، فبيجروا عليها وبيكونوا فاكرين انهم خلاص كده لقوا طوق النجاة، بس بيتفاجئوا ان ام صاحبهم موجود جواها، وبيكون في تسجيل كاميرات. وفي الوقت ده بيوصل المشوهين للمكان وبيحاصروا نينا، وبيطلع كل اللي حصل ده كان فخ منهم، وبيلاقوا ام مقتول وبيخطفوهم وبيضربوهم. ولما جيك ونينا بيصحوا بيلاقوا نفسهم متعلقين في بيت المشوهين اللي بيكونوا عاملين زي أسرة بسيطة كده، والزوج بيكون قاعد يتفرج على مراته اللي بتقطع في جثث البشر المقتولين، وبيكونوا قاعدين يتفرجوا على تلفزيون، وكمان بيبقوا بيشربوا عصير، لكن جوه الكوباية أسنان بني أدمين. وبعد شوية بيروح ابنهم يلعب مع نينا اللي بيبقى واخدها على أساس إنها اللعبة بتاعتها، لكن أخته بتشوفه وبتغير منها، وطبعا لأنها أجمل منها بكتير فبتروح عليها وبتخبطها فبيغمى عليها. ولما نينا بتفوق بتلاقي نفسها مربوطة في كرسي وملفوف عليها سلك شائك، فما بتبقاش عارفة تتحرك ولا تحرر نفسها، لكن الابن بيروح يضرب فيها وكأنه بيعذبها، وبيروح ياكلوا مع بعض، فبياخد الابن لحمة من مامته وبيروح يأكل نينا بالعافية. وقتها بيظهر دل مرة واحدة وبيهجم عليهم، والزوجة بتكون مشغولة في الطبيخ، وبيستغل دل انهم يقدروا يشموا دم البني ادمين، فبيعور نفسه علشان الاطفال يشموا دمه ويروحوا له، وبالفعل بيقعوا في الفخ بتاعه وبيتحركوا ناحية الريحة، لكن ديل بيستغل الفرصة وبيفجرهم بالمتفجرات اللي معاه، فبتحس الزوجة بالانفجار وبتروح تدور عليهم، وبيحاول ديل انه يفوق نينا ويفكها من الكرسي، لكن حالتها بتبقى صعبة جدا وما بتبقاش مركزة، فبينجح انه يفكها وبيروح يحرر جيك، لكن مرة واحدة بيجي المشوه من وراه وبيضربه بالاسهم وبيخنقه بالجنازير لحد ما بيقتله بعد ما بيخلص عليه، وبيلاقي مراته واقفة تعيط وتقول له ان ديل قتل اولاده، فبيعيط مشوه على اولاده وبيقرروا انهم ينتقموا من جثة ديل. بس نينا بتوصل ساعتها وبتضربها وبتزقها في المفرمه وتشغلها، وبتمسك الخشبه وبتضربهم وبتوقعهم كلهم جوه المفرمه وبيموتوا. وهنا بيكونوا قدروا يتخلصوا من الكابوس اللي وقعوا فيه، وبيقرروا انهم ما يروحوش غابات من تاني. وبعدين بنكتشف ان في اشخاص مشوهين تانيين عايشين لسه في الغابه، وبيكونوا كمان مجموعه كبيره جدا، وبيستخدموا الميه المسممه بالكيماويات وبيشربوها لأولادهم علشان يكملوا قتل في البشر ويتخلصوا منهم. ولحد هنا بنختم الملخص بتاعنا، بس قبل ما نختم بنعرفك ان في سلسلة من افلام المشوهين هتنزل على قناة، وان في اجزاء تانية كتيرة هننزلها، علشان كده لو حابب النوعية دي من الافلام ياريت تتابعنا وتعمل اشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد وتستمتع معنا بالافلام اللي بننزلها. بس قبل بس ما تحول الفيلم ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.
لانك مش هتقدر تزهق مننا، علشان هتلاقي عندنا كل ما هو جديد. ويا ريت يكون فيلمنا النهارده عجبكم، وكمان صليتوا على النبي. سلام.